هل من شروط أو من شرط التوبة لهؤلاء أن يتخلصوا من أموالهم المحرمة هذه أم لا؟ إذا تابوا عندهم أموال محرمة فإن كان يعرفون أصحابها يردونها عليهم، إذا كانوا أخذوها منهم ظلما غصبا أو في خصومة باطلة أو غير ذلك يردون الحقوق إلى أهله. أما إذا كانوا أخذوها بطريق محرم وتابوا إلى الله فإنهم يتصدقون، يتخلصون من هذه الأموال بوضعها في المشاريع، بوضعها في المشاريع أو إعطائها للمحتاجين، يتخلصون منها بذلك. نعم.